رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. منورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. مساء الخير على حضرتك منورنا وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير شيما وعام سعيد عليك وعلى الساده المشاهدين. ان شاء الله يكون عام افضل من العام السابق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يكون عام كله انجازات وبطولات باذن الله. طيب عايزين نبتدي طبعا كلامنا عن لاسارتي مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي اللي تولى قياده النادي الاهلي رسميا من ايام يمكن ثالث يوم ليه هو النهارده. شايف ازاي قيادته للنادي الاهلي في التدريبات الجماعيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو المفروض اي مدير فني اجنبي اي نادي او منتخب بيستعين به علشان خاطر يعمل اضافه عن الموجودين المحليين المديرين الفنيين المحليين. المدير الفني الاجنبي لو هو مش هيكون اضافه انا شايف انه سريعا انا بتكلم في المجمل سريعا شكرا عندنا المحليين. بس ده مش طبع النادي الاهلي يعني النادي الاهلي دايما. لا انا ما قلتش على النادي الاهلي انا بتكلم في المجمل. انا قلت لحضرتك بتكلم في المجمل. هو الراجل لسه في اول ده اللي في تدريب شغال دلوقتي ثالث تدريب ليه ولسه احنا هنستكشف في كل ملامحه الفنيه وكل اموره الفنيه ومعطياته الفنيه. واذا كان هو مدير فني مش كبير مع الاهلي بيبقى كبير. يعني كل المديرين الفنيين اللي جم على الاهلي وتعاوروا وتعاقبوا على النادي الاهلي كلهم اصبحوا نجوما بفضل النادي الاهلي. أكيد. وكل اسماء كبيره جدا يعني لم يكن نجاحها بالنسبه الكبيره زي هم الانصاف المشهورين. ليه؟ لان النادي الاهلي دايما بامكانياته الفنيه امكانياته البشريه دايما بيساعد المديرين الفنيين على الانطلاق من حاجه معينه من مستوى معين الى مستويات اعلى وارحب. لاسارتي كل الانطباعات اللي جايه عنه انطباعات جيده جدا. في الثلاث ايام دول الناس هتقول لي انت بسرعه لحقت تقول. لا انا بسرعه لحقت اقول ان هو عامل شغل جمل كويسه عامل شغل التخصصي بمعنى ان هو من المديرين الفنيين يعني زي المديرين الفنيين الاجانب دايما بيشتغلوا الحته التخصصيه الحته الايه مثلا يمسك المدافعين مع بعض صحيح. يشتغل عليهم مش كل اللعيبه بياخدوا نفس القدر من التدريب. فهو عامل الجزئيه دي يعني مثلا عجبني برضه هو ان هو مهتم يعني مش سافر البلد يقعد عندهم يقعد 15 يوم او 10 ايام يستجم ويقول لك انا هرجع للنادي الاهلي ولما نرجع نشوف ايه اللي هيحصل. لا واخد معاه سيديهات لمباريات كثيره حوالي 15 مباراه او اكتر شاف كل الناس حتى الصفقات الجديده اللي هي ضمها النادي الاهلي في خلال الايام الاخيره تم اعطائه. كان ليه كمان جلسات مع اغلب اللعيبه الجداد بالظبط. وكمان في حاجه يعني هو كمان قعد مع لعيبه شايف انها لعيبه تستحق ان تكون في مكان افضل زي ناصر ماهر زي احمد الشيخ الناس المهاريه ديت اللي محتاجه شغل بدني اعلى وبالفعل عمل ده معاهم. واحتمال الناس تشوف ناصر ماهر بشكل مختلف تماما عن الناس اللي شايفينه. ناصر ماهر لعيب كويس جدا لعيب مهاري لكن الفتنس بتاعه مش للدرجه الكافيه. لكن مع لاسارتي ممكن نشوف ناس يعيد اكتشافها مره ثانيه. وخلي بال حضرتك شيء طبيعي ومنطقي ان اي مدير فني اجنبي يجي لازم كل الناس بتحاول تظهر افضل ما لديها. أكيد. المنافسين طبعا بيكونوا عاملين حسابهم مدير فني هيشتغل شغل جديد مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيستعيد مره ثانيه مديرين الفنيين الاجانب اللي ممكن من خلال الاهلي يعمل شغل كويس مع النادي الاهلي وممكن في نفس التوقيت الاهلي يستفيد من هذا المدير الفني الاجنبي اللي انا شايفه جه في وقته بصراحه. اكيد الاختبار الاول للاسارتي هيكون اختبار صعب قصاد بيراميدز. يمكن جداً. المباراه دي كمان وصفها كابتن محمد يوسف ان المباراه دي بمثابه الفوز فيها بمثابه الحصول نقاط. على ست نقاط بالزبط. لانها هتقلل طبعا من نقاط الفريق المنافس مش هيعلى بالنقاط واحنا طبعا النادي الاهلي هيعلى الثلاث نقاط. اللقاء ده لقاء مهم جدا وصعب. شايف ازاي هيخوض مارتين لاسارتي؟ هو الاهلي طبعا مش عشان انا في قراءه النادي الاهلي. الاهلي ما فيش مباراه بالنسبه له ما بيخافش من المنافسين. الاهلي والزمالك دايما ما بيخافوش من المنافسين الاخرين. لكن بيراميدز عامل حاله لابد ان يحترم الاهلي هذه الحاله يحترم امكانيات البشريه والماديه والفنيه الموجوده في بيراميدز. صحيح. شيء طبيعي وشيء منطقي. وانا شايف ان وجود لاسارتي اول مباراه لي ده نقطه ايجابيه ليست سلبيه. الناس شايفاها سلبيه لا شايفها ايجابيه ان مدير فني اجنبي جاي. وهو طبعا اكيد خد الجرعه الكافيه من معلومات ان ده فريق منافس فريق عنده اداره لا تبخل عليه باموال اداره صحيح. جابت لعيبه
وصلت لمليار جنيه حتى هذه اللحظة من الصفقات الشتوية والصيفية، مليار جنيه يعني خلي بال حضرتك ده رقم أنا عارفه كويس جدا. لكن في النهاية أنت قدام مدير فني جديد فجايب بطموحات جديدة في نفس التوقيت، هو مش في دماغه حتة أن بيراميدز فريق قوي فريق منافس، لا هو واحد جاي يشتغل لنفسه، واحد جاي يدي انطباع للنادي الاهلي ان هو ولجمهور النادي الاهلي انه هيلاعب فريق كبير بحجم بيراميدز، فالفوز عليه ده بمثابه بدايه جيده لي مع النادي الاهلي، وممكن يعمل شغل كويس جدا بعد كده يبني عليه، وده شيء انا شايفه في مصلحه لاسارتي ومصلحه النادي الاهلي. صحيح. سمعنا النهارده في كلام الجرايد عن النادي الاهلي ان النادي الاهلي عنده نيه او في احتماليه كبيره ان هو يشرك الثلاثي جيرالدو ورمضان صبحي وكمان محمد محمود في اللقاء القادم، والكلام كان بيتقال ان مارتين لاسارتي ما عندوش وقت للانسجام، وقال ان هو هيتعامل مع كل اللعيبه بنفس الاهميه، يعني هو بالنسبه له كلهم سواسيه وهيديهم نفس الاهميه او نفس الاولويه في المشاركه، ولكن هو طالب بضم او بقيد الثلاث لعيبه جيرالدو ورمضان صبحي ومحمد محمود يعني على الفور. والله بصي هو كل لعيبه سواسيه، ولكن انا برضو من يعني من مدرسه اني انا امهل بعض الصفقات الجديده في عدم لعبها سريعا، يعني لازم عشان اقدم صفقات الجديده لازم يكون في حاله من الانسجام. هذه الحاله من الانسجام لا تاتي بيوم ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لا محتاجه بعض الوقت. دي بتبقى مدارس، في مدرسه بتفضل ان اللاعب المفروض انت جاي من ناديك جاهز وبدني وكل حاجه وفني، مش عشان انت لاعب كبير المفروض مش هتحتاج كل هذه الجرعات الفنيه، لا انت هتدخل مع الفريق على طول. دي مدارس. المدرسه الثانيه بتقول لا انا استنى شويه عشان خاطر ايه، بدل ما اقدمه للناس بشكل 60% اقدمه بشكل 80% واكثر. لكن في النهايه ده يرجع ليه هو، زي ما قلت لحضرتك ان هو كان واخد معاه بعض الاشرطه للسيديهات اللاعبين وشاف كل اللعيبه وشاف عارف امكانياتهم كويس جدا. لكن ملامح اللي انا شايفها حتى من تدريب النهارده، يمكن انا تابعت بعض الشيء بعض الفعاليات اللي حصلت فيه، هو احتمال كبير لا يلجا الى صفقات الجديده حتى هذه اللحظه، ربما بكره في تدريب بكره ممكن يحصل فيه كلام جديد يختلف، لانه خلي بال حضرتك اي يوم بيعدي على صفقه جديده موجوده في النادي الاهلي بيختلف، بيزيدها ثقل وبيزيدها خبره وفي نفس التوقيت بيخليها تحت اهبه الاستعداد. لكن الصفقات القديمه او اللعيبه القديمه هي اللي هيكون لها دور كبير في هذه المباراه بشكل كبير. لو حبيت اقول لحضرتك حتى على ملامح التشكيل انا جاهز اقول لك عليه، يعني ممكن محمد الشناوي انا عارف ان هو برضو قعد معاه فتره كبيره يرجعه مره ثانيه، ممكن في الناحيه اليمنى كريم نيدفيد او كريم وليد، طبعا في نص في القلب هيلعب محمد هاني، ويلعب جنبه ممكن ايمن اشرف على ما علي معلول في الناحيه اليسرى، هشام محمد في قلب الملعب، وهشام محمد وعمرو السوليه وناصر ماهر واحمد الشيخ، وممكن يعني ما اعرفش بقى رمضان صبحي هل تم فتح باب القيد في السيستم ظهر ولا ما ظهرش، خلينا نتكلم على موضوع القيد لسه برضو. تمام. يعني موضوع القيد وليد ازارو قالوا ان هو بعيد شويه عن الوقت، برضه النهارده عامل شغل كويس في التدريب. صحيح. الامور كلها يعني هنشوفها هتحسن يمكن يعني بكره بالكتير، بكره بالكتير. بس احنا بنقول ملامح للناس عشان الناس تعرف برضو الامور اللي شغاله في النادي الاهلي كلها شغاله، ان كل الناس سواسيه وكلهم جاهزين ان هم دي فتره بدايه جديده لاي لاعب، فتره ميركاتو شتوي ان هو يكون في الصوره اللي ضيعني الكثير بالنسبه له. اكيد طبعا. طيب بمناسبه الكلام عن القيد الشتوي، القيد الشتوي ابتدى النهارده في اتحاد الكوره المصري، لكن اتحاد الكوره بدأ المفروض ده احنا في مصر عملنا حاجه يعني بعد اذن حضرتك مخالفه لوائح الاتحاد الدولي وصمت مريب من اتحاد كره القدم ان تبدا انتقالات شتويه في شهر من 1/12، ده شيء انت حضرتك شفت انتقالات حصلت مع انديه كثيره جدا، ناس اتكلمت وناس راحت وناس تعاقدت والكلام ده، انا شايف يعني انا وجهه نظري الشخصيه ان دي نقطه سلبيه، كان المفروض احنا عندنا ميركاتو شتوي يبتدي من 1/1 ينتهي 31/12، لكن ما اعرفش ازاي نفتح ميركاتو شتوي يحصل في شهر 12، فدي نقطه انا يعني بوجه كلامي للمسؤولين ازاي يتم فتح باب قيد في شهر 12 واحنا المفروض نبتدي بشهر يناير. ماشي، بس القيد حاجه مختلفه عن الاتفاق ما بين الانديه، ده في ناس انتقلت رسميه وخدت فلوس واتدربت كمان، بس ما تمش القيد يعني ما تمش تسجيلهم، بس لوائح الاتحاد الدولي تمنع ذلك. انا عايز اقول لحضرتك برضو على حاجه، اصل شهر برضو شهر واحد مش هيكون كافي ابدا للانتقالات وصفقات كبيره كده. احنا برضو لازم تخلي بال حضرتك من نقطه مهمه، نتحدث عن انتقالات شتويه، يعني انتقالات
لا تزيد عن اصابع اليد الواحده في الـ في الـ في ضم لعيبه. احنا احنا بنشوف لكل نادي كل نادي احنا بنضم فتح باب الباب لمصراعيه لضم اي صفقه، وده شيء يعني انا حاسس ان انا قدام ميركاتو صيفي وليس ميركاتو شتوي، ودي غريبه جدا. انا كنت عامل تحقيق في الاهرام الرياضي وصلت فيه لان 500 مليون جنيه مصاريف الانديه في صفقات الانتقالات الشتويه دوري ممتاز، تخيلي حضرتك شتويه فقط في شهر واحد. طب لو في صيف بيبتدي من شهر 8 من شهر 6 ومثلا او ينتهي الموسم في شهر 6 هيكون الرقم عامل ازاي؟ الرقم عامل ازاي؟ احنا داخلين على منعطف صعب جدا في ضم في الميركاتو سواء الصيف او الشتوي. الانديه الشعبيه هتعاني في مشاكل كتيره جدا الانديه، عشان كده محمد فرج عامر مع حافظ الالقاب بيطلب 80 مليون و100 مليون، لان هو شايف ان السوق اختلاف كبير، مع ان السلعه نفسها سعرها واضح ومعروف. صحيح. يعني لو حبيت اقول لحضرتك ياسر ابراهيم سعره الرسمي الموجود في الترانسفير ماركت اللي هو المواقع المهتمه بتسعير اللاعبين 4 مليون جنيه. وصل 100 مليون جنيه ازاي مش عارف، وصل 80 مليون جنيه مش عارف، هيوصل الارقام دي مش عارف. مش بس هو، خلينا نتكلم بصراحه، انا ضربته كمثال، مش هو بس اللاعب المبالغ جدا لحضرتك في سعره. عندك ايريك تراوي حضرتك ثمنه سعره السوقي المصري 16 مليون جنيه، هيدفع فيه حوالي 60 55 رقم كبير، من 16 ل 55 40 مليون جنيه. هل تتوقع هيتم الاستمرار في نفس الارقام دي مع الميركاتو الصيفي؟ هل السوق المصري هيستحمل؟ هل هيكون في لا فلوس؟ لا، ده في كارثه جايه. الانديه الشعبيه ستندثر، الانديه الشعبيه هتجد من الاموال هتجاري بيها انديه زي بيراميدز ثم الاهلي ثم الاهلي ثم الزمالك. خلي بال حضرتك، ما هو برضه زمان انا بقولها دايما، كان عندنا عنتر ولبلب. عنتر ولبلب في صراع الصفقات، يعني الاهلي والزمالك صراع صفقات، بس كان الصراع ايه؟ على قده، مليون 2 مليون 3 مليون، لما تعظم قوي يبقى 10 مليون. لا دلوقتي في ارقام فلكيه بتحصل، في 70 مليون و80 مليون، وفي ارقام جايه من بره. يعني كيلو مثلا ده البرازيلي 175 مليون جنيه مصري بميزانيه الاتحاد السكندري، ميزانيه كينو اسف سعر كينو 175 مليون جنيه مصري. تخيلي ان ميزانيه كره القدم في نادي الاتحاد السكندري حوالي 160 مليون او 170 مليون، يعني بلاعب بلاعب واحد. طب الانديه الشعبيه هتعمل ايه؟ هتجيب لعيبه منين؟ صحيح. هتضطر انها تستعير. وبعدين الاتحاد السكندري مثلا نادي بحجم الاتحاد السكندري، هل ده ممكن مثلا يفتح الباب ان احنا نبتدي نشوف بقى اللعيبه، ننزل بقى الكشافه للعيبه الدوري المظاليم، ونبتدي بقى نحسن من الناشئين ومن اكاديميات الناشئين عشان يطلعوا؟ هو ده المفروض اللي يحصل، بس ما بيحصلش مع الاسف الشديد. انا بقولها ومسؤول عن كلامي، قطاعات الناشئين في الانديه المصريه كلها محلك سر، وما فيش لاعب في الدوري المصري بيطلع. يعني عندنا دلوقتي مثلا لو حسبتيها ان مطلوب من 87 97 98 خمس لعيبه في كل ايه؟ في كل قائمه. حضرتك شفتي كام لاعب المفروض 18 نادي في 95 لاعب؟ حضرتك شفت لعيبه جديده في الدوري المصري؟ اللي حبينا اقولهم على الهواء اقولهم لك، تسع لعيبه في الدوري المصري او ثمان لعيبه اللي هم عندهم 21 سنه ظهروا من ناشئين، وايه كمان؟ دقيقه دقيقتين ثلاث دقائق اربع دقائق. هو وادي دجله بس اللي هو ايه بي 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 يعني في جرأه شويه في اعطاء الفرصه للناشئين، ومعاهم المقاولين لما كان علاء نبيل موجود، اللي هو ان هو كان مطلعهم معاه. فدي كارثه كبيره، يعني شايف ان ده ممكن ما يكونش مجالها في، عايزين حلقات عشان نتكلم في القصه دي. اكيد. طيب كنا بنتكلم عن القيد، وكنا بنقول على البيان اللي اصدره اتحاد الكره المصري اللي هو قال فيه هيوقفوا القيد تماما لكل الانديه اللي عليها مديونيات. كله وفي مديونيات. الكلام بقى ان كل الانديه عليها مديونيات، لكن بالزبط. طبعا اخص بالكلام ده النادي المصري البورسعيدي والنادي الاسماعيلي، لان طبعا واضح ان كان في شكاوى كتير جدا متقدمه من لاعبين سابقين او مدربين سابقين، وكان في كمان شيكات من غير رصيد. بس شايف ان هذا البيان يعني هو بيان عام، ولكن هو المفروض يخصص او يخصص لبعض الانديه فقط، لان في انديه الاهلي في مديونيه، من مديونيه للاهلي على اتحاد الكوره، مديونيه للزمالك على اتحاد الكوره، مديونيه للاتحاد السكندري على اتحاد الكوره. معظم الانديه اللي ليها لعيبه لعبت في كاس العالم ليها فلوس عند اتحاد الكوره، المفروض تخصم بقى زي ما حصل مع الزمالك. وازمه الزمالك خلصت، ليه ما بيعملوش كده على طول؟ ما اعرفش، ما هو لازم البيان بقى، وانت لازم ما كنتش هتقولي ازاي في البرنامج عند حضرتك البيان ده موجود. يعني لازم البيان ده يطلع عشان خاطر انا خاطب الاسماعيلي، اخاطب الانديه المتعثره اللي عندها مشكلات واتكلم معاها بشكل شخصي، انما ما اعممش، لان التعميم ده يخلي الاهلي يتكلم يخلي الزمالك يتكلم، وفي الاخر الانديه دي المفاجاه ان هذه الانديه ليست عليها مديونيات.
يعني انا شايف ان هذا البيان يعني بيان للفرقعه الاعلاميه فقط، لان هذه الانديه لديها اموال مستحقات لدى اتحاد كره القدم، وكان من اولى اتحاد كره القدم ان يخاطب الانديه التي المتعثره فقط قبل ان يصدر مثل هذا البيان. طيب نروح بقى لقرعه دوري ابطال افريقيا اللي اقيمت يوم الجمعه اللي فاتت، طبعا اسفرت عن وقوع مصر مع فيتا كلوب وكمان مع شبيبه الثوره الجزائري. شايف المجموعه بتاعتنا ازاي؟ مجموعه يعني هو الظاهر بتاعها مجموعه سهله او مجموعه منطقيه بالنسبه للنادي الاهلي. مش عارف، انا دايما لما باجي اتكلم عن النادي الاهلي او بتكلم عن نادي الزمالك بقول ان هو مش ما ينفعش اقول ان النادي الاهلي وقع في مجموعه صعبه. يعني هو في اصعب من وجود النادي الاهلي في المجموعه نفسها؟ يعني كفايه اسم النادي الاهلي، يعني اسم النادي الاهلي بيصعب المجموعه للناس نفسها، مش العكس. للنادي الاهلي يعني تاريخ وبطولات وسنتين ورا بعض وصيف البطولة وثمان القاب، لا كل هذه الامور يعني انا شايفها احنا كلام اعلامي، يعني كلام احنا بنحب برضو ان نتكلم في القصه دي، لكن في النهايه النادي الاهلي اي مجموعه بيقع فيها النادي الاهلي هو الذي يخيف المنافسين. مين اللي ممكن ينافس مع النادي الاهلي من مجموعته؟ لا فيتا كلوب طبعا، انا شايف لانه وصيف والنادي الجزائري لا يعني مش قوي، انما فيتا كلوب انا شايف ان هو بصي انا برضو يعني ضد ان انا اصنف فريق، ما هو برضه التوفيق وعدم التوفيق. أكيد. النادي الاهلي انت لو بصيتي له في الدوره اللي فاتت البطوله اللي فاتت من اول مباراتين كان الاهلي يعمل ايه؟ يخرج، لكن افاجئ النادي الاهلي وصل للوصيف. فلازم انا ما بتكلمش على حاله، على الورق حاجه وحاله الفريق حاجه تانية. يعني انا اسمع أكيد. مثلا عن فريق انه فريق قوي، فريق كويس جدا بيأدي بشكل جامد في فرقته. طب هقول لك حضرتك على حاجه، الاسماعيلي عامل ازاي في الدوري المصري؟ المركز الاخير، لكن فين؟ مختلف تماما في المجموعات. لما الواحد يجي يبص مثلا على الاسماعيلي على في دور المجموعات مثلا الافريقي، يبص الاسماعيلي صعد لدور المجموعات وهيلاعب في مجموعه الموت. طب الاسماعيلي ده هو ده اللي بيحتل المركز الاخير في الدوري المصري؟ لا، الامر مختلف تماما. كل بطوله بتكون ليها ظروفها، وكل مباراه وليها ظروفها، وكل وقت وليه حاله. يعني النادي الاهلي مثلا في يناير غير الاهلي في ديسمبر، وحضرتك عارفه ده، وجمهور الاهلي مستني يشوف الاهلي بتاع يناير 2019، مش الاهلي بتاع ديسمبر 2018 ولا بتاع نوفمبر. نعم، ولا بتاع نوفمبر. يعني الاهلي، يعني بصي نوفمبر ده يعني انا كان حاجه صعبه النادي الاهلي يفتح فيه بطولتين جداً بطولتين كانوا قريبين جدا منه. لكن زي ما قلت لحضرتك في حلقه سابقه، دي اخطاء يعني مع الاسف كان المفروض الاخطاء هي اخطاء ظروف، واخطاء في نفس الوقت اخطاء من مدير فني، واخطاء من لعيبه لم تكن على قدر الحدث والمسؤوليه يعني. بس لكن في النهايه الاهلي قادر انه يستعيد. خلينا نروح لصفقات النادي الاهلي الجديده، جيرالدو، محمد محمود، محمود وحيد، رمضان صبحي، وفي الطريق لحسين الشحات. شايف الصفقات دي ازاي؟ شايفها كويس جدا، بس اهم حاجه القلب نفسه موجوع. يعني فكريني بواحد متأنق ولابس احلى لبس في الدنيا، بس عنده حته كده مش او سليم في كل اجزاءه، بس القلب اللي موجوع، القلب الدفاع. دفاع. انا يعني مشكله النادي الاهلي خلال السنوات الماضيه كلها قلب الدفاع بتاعه. مباراه الترجي قلب الدفاع، مباراه الكلام ده بقاله سنين، المباريات العربيه مع الوسط الاماراتي قلب الدفاع. انت لو عندك قلب دفاع بقوه الوسط وبقوه الهجوم الاهلي ما فيش حد يقف قدامه. يمكن احنا ممكن نقول ان مشاكل النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت كانت في الدفاع وفي الاصابات. انا كان نفسي برضه ان النادي الاهلي زي ما هو بيرمم صفوفه في مناطق الهجومية ومناطق الوسط الهجومي يرمم دفاعاته بالوسط القلب نفسه. يعني هو هيجيب حمدي فتحي وده لاعب كويس جدا، حسين الشحات جوكر بيلعب في كل حتة. أكيد. لكن القلب، هذا القلب قدامنا 30 يوم لسه. لو جيت سألتك مين المدافع اللي في الدوري المصري المتاح حاليا اللي ممكن يكون مفيد للنادي الأهلي؟ هو الأهلي منمر عليه، هو ياسر إبراهيم. واحتمال معرفش بقى، كل معلوماتي ان هو الولد نفسه يجي النادي الاهلي، وهو كان في اتفاق مع الزمالك. ولكن الرقم زي ما قلت لحضرتك مبالغ فيه، 100 مليون جنيه ليه؟ لا هو لعيب دولي ولا مؤثر. هو ليه؟ لان واضح ان في ندره عندنا في مركز المدافعين في الدوري المصري، فعشان كده سعره بيغلى. يرجعنا لمرجوع مهم جدا، وهو ايه؟ وهو ان المفروض قطاعات الناشئين في الانديه واللي ماسكين الحته اللي هو مديرين قطاعات الناشئين في كل الانديه يبقى في لينك ما بينهم وبين
الفريق الاول. حتى لو ده اللي بيحصل عندنا في النادي الاهلي دلوقتي. نعم؟ وده اللي بيحصل عندنا دلوقتي في النادي الاهلي. ما هو ده بيحصل برضو، بس يعني انا مش شايف برضو النادي الاهلي اللعيب الوحيد اللي طالع من النادي الاهلي هو احمد ياسر ريان. انما بقى لنا فتره كبيره جدا النادي الاهلي، انا مش، وخلي بالك وده مش في الاهلي بس، الاهلي والزمالك والاسماعيلي معظم الانديه، بس محمد هاني بقى له اربع خمس سنين، وناصر ماهر انت لسه مرجعاه تاني من سموحه. انا بتكلم على لعيب كل سنه، ما هو خلي بال حضرتك النادي الاهلي والنادي الزمالك ما ينفعش ان انا اقول مثلا ايه مطلع لي لعيب من اربع سنين، لا انا عايز كل سنه يطلع لي على الاقل لاعبين او لاعب واحد. لاعب واحد كفايه بالنسبه لي. بعيدا عن ياسر ابراهيم في الدوري المصري، شايف مين تاني يستحق؟ هو انت عندك اثنين، باهر المحمدي ومحمود متولي، من اصلح الاثنين محمود مرعي. في اثنين عندهم مشكله انهم شاركوا في بطوله افريقيا، والنادي الاهلي محتاج يرمم دفاعاته في افريقيا. اللاعب الثالث اللي هو محمود مرعي، انا اعرف ان هو كان في اتفاقات مع النادي الاهلي، وده لعيب هايل ولعيب كويس جدا ولعيب في كل المواصفات اللي تمتلكها قلب الدفاع، ومنها ان هو هداف وهيدرز كويس. لكن ما اعرفش بقى الامور وصلت. يعني انت شايف من وجهه نظرك الدوري هم الاربع لعيبه، اربع لعيبه في الدوري المصري، هم ما هو هتعمل، ما هو دي مشكله كبيره. ما هو لو ما عندناش، ما انا زي ما قلت لحضرتك دي مشكله الكره المصريه. ما هو ما عندناش راس حربه نفس القصه. ما هو دي مشكله ايه؟ مشكله قطاعات ناشئين لا تخرج لاعبين صالحين او في نفس، يعني مثلا حضرتك، ما هو الباك اليمين والباك الشمال، ما هو كل قطاع ناشئين المفروض انا يبقى اللينك ده المفروض ليه؟ علشان خاطر اشوف انا ايه اللي ناقص في الفريق الاولاني. بقى لنا سنين مثلا هاف ديفندر النادي الاهلي حسام عاشور، من 14 سنه حسام عاشور. طب ما هو بديل حسام عاشور في النادي الاهلي؟ ما هو بديل مثلا في الزمالك؟ كل الديفندرات، يعني تخيلي حضرتك، هقول لك على معلومه، الزمالك بجلاله قدره ومتصدر الدوري حتى هذه اللحظه، لا يوجد لاعب واحد في مبنى النادي الاهلي الا محمد ابراهيم ويوسف اوباما. يوسف اوباما قاله ست سنين متنقل بين انديه ورجع السنه دي فقط. تخيلي حضرتك، تخيلي نادي بحجم الزمالك ونادي بحجم النادي الاهلي قطاعات ناشئين عندهم لا تفرز الا لاعب او اثنين او ثلاثه. هيقول لي اعارات، ماشي اعير، ما فيش اي مشكله خالص، بس في النهايه الاعاره لازم تفيدني، ترجع لي لعيب افضل من مكان، زي ما حصل مع يوسف اوباما، زي ما حصل برده مع ناصر ماهر في الاهلي. الخلاصه ان احنا لو اشتغلنا تحت كويس في قطاعات ناشئين مش هنعاني. لكن دلوقتي شراء العبد، المثل بتاع ولا تربيته، ان انا اشتري لاعب جاهز لسه مش يعني مدير فني اجنبي هيصبر على لاعب، على مدير فني، على لاعب ناشئ؟ مفيش. فكل الناس مفيش، ففي المنافسه الكبيره اللي احنا شايفينها دي صعب. طبعا انت شايفين بيراميدز بيجيب كل، ما هو بيراميدز بيعمل ايه؟ بيراميدز بيشوف الناس بتتفاوض ازاي. انا بيراميدز اللي اعرفه انه بدا يخش في صفقه حسين الشحات برضو. واحد انت بتقولي انا هدفع 6 مليون، لا هدفع لك 10. ما هو انت بتزغللي عين الناس. صحيح. وازاي لعيب يعني ايريك تراوري، يعني انا لا انتقد الاجراء نفسه. انا لما اجي اشتري لاعب، هذا اللاعب لما انا يعني بلاش لعيب، يعني الواحد لما يجي يشتري سلعه معينه مش الواحد عارف سعرها. الموبايل ده سعره كذا، عارف سعره عند كل الناس، اروح على اشتريه اغلى من اعلى سعرهم اذا كنت انا في جوايا عايز اعمل مشكله. ما عشان لا مش فكره بس مشكله، انت كمان بتعوضه عن الجماهيريه. ما هو هيروح نادي ما حدش يعني ما فيش اثنين بيشجعوه في مصر. بص دلوقتي البقاء في المال ثم المال ثم المال. لا مش دايما، ولا لا معظم اللعيبه، لا ازاي يعني معظم ولاء لعيبه مصر للمال. لا وفي لعيبه بيبقى عندهم احساس ان هم نفسهم ياخدوا يعني السكسيه بتاع الجماهير ده، يبقوا ماشيين في الشارع الناس تجري وراهم وتسلم عليهم وتصوروا معاهم. بقى لنا ست سبع سنين ما عندناش جماهير. اولا جماهير المدرجات مش موجوده. لما بتكلم على الجماهيريه الثانيه، انا بقول لحضرتك في ناس بتسيب انديتها بتروح يعني انا عايز اقول لك مثلا حسين الشحات ده يعني من اللعيبه اللي بيحبوا وبيعشقوا النادي الاهلي طبعاً. وكان في كلام كتير ان هو ممكن يتنازل عن مستحقاته للعين الاماراتي عشان يبقى موجود في النادي الاهلي. ولعيب مفيد جدا للنادي الاهلي، وجي النادي الاهلي يعمل فرق كبير جدا في النادي الاهلي. ولو اتكلمنا كمان على المستحقات اللي هو عايز يتنازل عنها للعين الاماراتي، ليها فلوس كتير جدا، فما اظنش ان اغراءات ماديه من فريق اخر ممكن تغنيه عن حبه مثلا او احساسه ان هو عايز يكون منتمي للقلعه. لما يكون عندك نادين يا فندم، نادي بيدفع 5 مليون ونادي بيدفع 20، المنطق العالي بيقول ايه؟ ادفع بس ما هو كل بقى مكان وليه مميزاته. لا ده بترجع للاعب نفسه ورغبه اللاعب نفسه، بس في نفس التوقيت ماشي. في الاخر طبعا بترجع لرغبه اللاعب، بس انا لازم برضو لما اجي احسبها صح. انا ممكن اشتغل في قناه الاهلي، ممكن اشتغل في قناه ثانيه، ممكن اشتغل في القناه الثانيه دي اخد فلوس اضعافها، بس هخسر هنا حاجات. نادي بيراميدز لما ضم لعيبه من الاهلي والزمالك او ضم لعيبه من معظم اللعيبه الجماهيريه راحوا ليه؟ فلوس. ايوه بس زي يعني قولي كده زي مين؟ احمد الشناوي فلوس. علي جبر فلوس. عمر جابر لا ما كانش موجود اصلا في الزمالك، ما هو كان بره.
يعني جاي من احتراف، يعني واحد كان بيحترف في دوري خارج مصر. ايوه، كان في دوري الامريكي. طيب يعني ما كانش الاسباني يعني مثلا. يعني اقول لحضرتك يعني هو بياخد بره اقل مثلا، بياخد بره اكتر وساب هناك وجي هنا؟ لا، هياخد هنا اكتر. انا بكلم حضرتك ان 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 الزمالك ولا بيراميدز في الشعبيه؟ لا طبعا، ده شيء اساسي الزمالك. لكن الناس دي راحت فين؟ راحت بيراميدز ليه؟ عشان الفلوس. يبقى كده بس مش مع كل الناس. انا موافقاك طبعا، يعني احنا دلوقتي في عصر احتراف وكل حاجه، واكيد الماده دي بتفرق مع كل الناس، مديرين بس فنيين بتاثر على شخص غير شخص اخر. يا استاذه، مدير فني بيشتغل مثلا في المكان الفلاني بياخد 10,000 جنيه كويسين، 10,000 جنيه هيروح نادي تاني هياخد مليون. هيعمل ايه؟ هيروح للمليون. الفلوس بتزغلل. بس برضه خلينا نقول مثلا الاغراءات اللي حصلت مثلا لعبد الله السعيد والازمه اللي حصلت السنه اللي فاتت مثلا. طيب اكيد كانت اكيد حصلت مثلا لكذا لاعب اخر، ممكن مثلا تكون حصلت لوليد سليمان، بس هيفرق اللاعب ده يتمسك بوجوده في النادي الاهلي واخر لا، كل واحد وشخصيته. أنا في الاخر من مقعد الناقد الرياضي اللي متابع الحركه الانتقالات ومتابعها كويس جدا، لان انا بعرف سعر السوق كويس جدا. ما في لاعب في مصر تحط له شنطه فلوس الا يوافق على المكان اللي انت عايزاه، طالما هياخد اكتر من المكان اللي انا فيه. ما تقول بس بصي، خليني برضو ارجع واقول لك ان شعبيه النادي الاهلي اكيد بترجح. لا انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي. ما انت انا مش عارف النادي الاهلي. لا انا بكلمك في ما هو خلي بال حضرتك، الاهلي ما سابش حد راح بيراميدز وما سابش حد راح اي انديه تاني. الاهلي لما بيسيب ساب فين؟ يا احتراف خارجي صحيح، يا احتراف داخلي اعاره ويرجع مره ثانيه، او لعدم الصلاحيه وبيمشي خالص. انديه باعت لعيبتها برغم يعني الاسماعيلي. الاسماعيلي هل الاسماعيلي لم يكن في حاجه الى مثلا كالديرون؟ لا اكيد باعوا. صحيح. هل لم يكن في حاجه لمحمد فتحي نص ملعب؟ باعوا. محمد عواد باعوا. باع سبع ابراهيم حسن باعوا. ليه؟ وما تستغربش بقى على مستوى دلوقتي عشان فلوس. صحيح. انما هو اللي بيدور على الاسم مش الشعبيه. الاسماعيلي الزمالك نفس القصة. باع مين؟ أحمد توفيق، احسبي حضرتك معايا. أحمد الشناوي، علي جبر، برغم إنه كان في احتراف وكان المفروض يرجع كان في إعارة. فأسماء يعني أسماء كتيرة جدا فضلت المادة على الشعبية. ليه؟ لأنه الفلوس بتزغلل. فلوس بتزغلل زي ما زغللت عبد الله السعيد. عبد الله السعيد يعني في أكتر من النجومية والشهرة والنادي الاهلي واحرف لاعب في مصر وافضل لاعب في مصر، سبت كل ده عشان خاطر 40 مليون جنيه. برغم انك انت لو قعدت في النادي الاهلي مثلا السنه دي كان ال 40 مليون جنيه يبقوا 80 مليون جنيه، يبقى بره مصر مثلا. احنا قلنا بقى في الاخر الموضوع بيرجع لشخصيه اللاعب، مش لازم يكون هو بيفكر تفكير صح. ما فكر بطريقته بس مش بطريقه صح. هو ده حلف. الحاجه الوحيده اللي حصلت في النادي الاهلي عبد الله السعيد، ده ما فيش حد راح تاني. صحيح. يعني انا اللي تذكرهم على الهواء، ما فيش حد راح تاني. ما فيش حد باع النادي الاهلي، انما في ناس وهو ده اللي معروف عن لعيبه النادي الاهلي. في الزمالك راحوا بعزم ان اداره النادي، يعني اداره النادي وافقت. يعني احمد الشناوي بقى اصل الموضوع برضه حصل عليه مشكله ان هو وقع للنادي الاهلي. صحيح. في مشكله بينه وبين النادي الاهلي، انت رايح النادي الاهلي مش عارف ايه وايقاف فانت رحت بيعه لبيراميدز. فانت يعني انت المشكله كلها فين؟ في الاهلي، مش مشكله انك تبيعه. صحيح. يعني مبدا البيع موجود، فاهماني حضرتك؟ فدي الاشكاليه اللي احنا بنصادفها. نخلص من الكلام ده ونقول ايه؟ ان البقاء للماده، والماده هي الرقم الاساسي. وعايزين اقول مش ما حصلش في النادي الاهلي، ما حصلش غير في النادي الاهلي الا مع لاعب واحد فقط، فضل الماده على النادي الاهلي. برغم انه برضه في يعني هو يعني ممكن يكون ضحك عليه، ممكن حسبها غلط، ممكن ما حسبها صح. عبد الله هو أنا بصراحه عبد الله سعيد انا اعرفه من ايام الاسماعيلي. بس خلينا في الاخر نشوف النتيجه. خلينا بس نرجع للنتيجه دلوقتي، فاكيد طبعا هو حسبها غلط يعني. بالظبط. طيب نرجع بقى للدوري. الملف اللي فات ده ملف مهم جدا. أكيد. يعني الملف ده اللي بيسمعنا لازم يحط بليون خط على الازمه اللي هتصادف الانديه. يا جماعه الانديه الشعبيه، الانديه الجماهيريه، وخلي بالك مش الانديه الجماهيريه بس، انديه المؤسسات. يعني ما هو في انديه كانت عندها تمويلات بعد الثوره ما فيش تمويل. كل واحد بيكتفي بذاته. لو حابب اقول لك ميزانيه كل نادي ستندهش من كتر انا في ناس بتكلمني والله ميزانيه تعتمد على الصرف والبيع اللعيبه فقط. صحيح. ما فيش ميزانيات موجوده زي زمان. ويمكن ده يعني وده اللي عمل مشكله زمان. كان ميزانيه مفتوحه. مفيش ميزانيه مفتوحه دلوقتي. ميزانيه بيع اللعيبه. عشان كده هو لما يجي يبيع حمدي فتحي علشان يبيعه يحقق اكبر مكاسب. ليه؟ لان هو هيصرف على قطاع ناشئين، هيصرف على مديرين فنيين، هيدي مش
فالقصه اصبحت تجاره. ومع واقول لك ايه اللي بيقع في السوق ده، خلي بقى الناس بقت شاطره، انبي بقى شاطر، المقاصه شاطر، لان هم بيبيعوا وفي النهايه بيلاقوا ناس بتشتري. والسوق اصبح مفتوح على مصر. ليه؟ لانه ما ينفعش الاهلي والزمالك يتفرجوا على بيراميدز. صح ولا غلط؟ ما ينفعش يتفرجوا على بيراميدز. يعني طغيان راس المال ده، ده لازم نعمل. طب ما هو في السعوديه عاملين حدود. اهو مفاجاه هقولها لك على الهوا. اشمعنا في السعوديه في حدود للبيع والشراء والقائم على هنا في سقف للبيع، ما فيش ما يزيدش عن كذا، ولازم ده يتطبق. في مصر هنا بس انا عايزه برضه اقول لحضرتك على حاجه، حتى ده لو اتطبق هنا رسمي هيكون في حاجات تانية من تحت الترابيزه. لا انا بتكلم على جزئيه معينه، يا رب الناس تكون فاهماني. في السعوديه يطبق المعايير في بيع اللاعبين، في تسعير اللاعبين. طب ليه عندنا مش مطبق؟ ليه؟ ليه بدفع 70 80 مليون و90 مليون و100 مليون في لعيب؟ طب ما اعمل ده، احنا نعمله احنا، مش اتحاد كره القدم ده هو اللي ماسك، نعمل ده. صحيح. شكرا ليك استاذ عبد المنعم فهمي، مدير تحرير مجله الاهرام الرياضيه، نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.